لكن بنحترم ذاتنا، بنحترم ريادتنا الرياضه، بنحترم كرتنا المصريه اللي بالتاكيد لما النادي الاهلي واجه فرق سعوديه لها ثقلها بالتاكيد في قاره اسيا في بطولات رسميه زي مونديال الانديه، قدرت تفوز على الهلال بربعيه وقدرت تفوز على اتحاد جده بثلاثيه، لكن كمان احتفال بلاعب سجل هدف في بطوله وديه تبدا تستدعي امام عاشور لاعب المنتخب المصري. انا هنا مش هتكلم عن امام عاشور لاعب النادي الاهلي، لا، لاعب المنتخب المصري اللي تعرض لاصابه في التمرين محدش شافها غير اللي كانوا موجودين في التمرين، واصابه بارتجاج في المخ، ومع ذلك اللاعب ده اللي انت بتقول له نط على قدك يا امام هو اللاعب اللي كان مستعد وطالب ان هو يكتب تقرير على نفسه عشان يشارك ويمثل منتخب بلده، لانه عارف قيمه منتخب بلده وعارف يعني ايه كلمه مصر في الرياضه وفي الرياده. فالراجل ما كانش عنده مشكله، فما ينفعش كابتن مدحت شلبي بسهوله كده يطلع على الشاشه ويقول له نط على قدك، لا، قد امام كبير قوي، قد امام كبير قوي، انت اللي مش قد تتصور ان امام كلاعب كره قدم والمنتخب المصري قد ايه هم مهمين في كره القدم في الساحه الافريقيه والعربيه. دي مشكلتك انت مش مشكله امام، امام اللي انت اصلا ما شفتوش هو بينط ازاي ولا وقع ازاي، ده بدل ما تتمنى له الشفاء تستدعيه في لقطه وكانك مجهز القصه. الموضوع مش عادي كده، اصل هو ما شافش احتفال لامام فبدا يقول لك ده نفس الاحتفال بس امام وقع، لا، ده استدعاء غير مبرر ولكنه مرتب. بيعد ازاي هدخل امام في الموضوع؟ ازاي هدخل كرة القدم المصرية في الموضوع بشكل في نظرة متدنية من مواطن مصري، رياضي مصري؟ تاني، كامل الاحترام لكرة القدم السعودية وكامل الاحترام لكل الدول الشقيقة في تطورها في الرياضة، لكن دون التقليل من شأن مصر.